الأعمال الفرنسي هذا يريد أن يتقدم بسرعة، وهذا ما فعل ويفعل. كون ثروة كبيرة وخلق الكثير من فرص العمل خلال السنوات الخمس الماضية. فتح 15 محلاً للمجوهرات في باريس، لديه 25 موظفاً. إنه يريد توسيع تجارته، لكنه يقول في فرنسا هناك نوع جديد من الرياضة تسمى صيد الأغنياء، وخاصة رجال الأعمال. نعمل في شراء الذهب وإعادة المال إلى الاقتصاد. الذين يأتون لبيع المجوهرات والذهب ندفع لهم المال، وهذا يعني إعادة صرف الأموال مرة أخرى. هذا إيجابي، إننا نطور ونخلق الوظائف. اليوم صاحب المشروع غير محترم، إننا مراقبون باستمرار ومن جميع الجهات إداريا من خلال الجمارك والشرطة والضرائب. نقضي وقتنا في تسوية المشاكل بدلا من تطوير أنفسنا، لذلك يوجد شعور بالإحباط. اسمحوا لنا بالعمل وسنطور الاقتصاد الفرنسي. إنهم يطلبون منا أن نكون وطنيين، يطلبون من رجل الأعمال أن يكون وطنيا. علينا أن نكون وطنيين خلال الأزمات. هذا هو نداء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. Je comprends la souffrance de beaucoup. Et je veux répondre à leur cri d'alerte. Oui, je veux reconquérir les hommes et les femmes en colère et qui parfois s'abandonnent. Oui, 100 fois oui. Mais promettre pour se compromettre, 1000 fois non. السياسة الضريبية للرئيس الفرنسي تخطط لإيجاد التوازن المطلوب بين تخفيض النفقات العامة وتمويل النظام الاجتماعي الفرنسي الذي يعد الأكثر كرماً في أوروبا. التخطيط لفرض ضريبة دخل بنسبة 75% على الدخل الذي يتجاوز المليون يورو سنوياً أثار ضجة كبيرة في فرنسا، خاصة بين النخبة الثرية. هذه الضجة بدأت فعلاً قبل أسابيع، حين أعلن أغنى رجل في فرنسا بيرنار أغنو بأنه اتخذ إجراءات لاكتساب الجنسية البلجيكية إضافة إلى جنسيته الفرنسية. Oui, non, pardon. Parce que la question, c'est que si on dit comme un peu éléphant. C'est très surprenant, mais essayer de retrouver une certaine compétitivité. C'est pas qu'on n'aime pas les riches. هذا لا يعني أنهم لا يحبون الأغنياء. C'est la fortune acquise. إنهم لا يحبون الثروة التي تتكون بسرعة. رجل الأعمال الذي يكون ثروته بسرعة غالباً ما يقال إنه لم يكن صادقاً ونزيهاً. هذا يعود إلى زمن طويل في التاريخ الفرنسي للأسف. هذا هو الخطاب الذي بث أثناء وبعد الحملة الانتخابية للحكومة الجديدة. لقد كان خطاباً مشككاً للغاية بالنسبة إلى كبار رجال الأعمال. À l'égard des chefs d'entreprise. نحب أو لا نحب الأغنياء، المشكلة الحقيقية هي أن الحكومة الفرنسية تنفق أكثر من الإيرادات الضريبية. 30 مليار يورو هو المبلغ الذي تعهد بتوفيره الرئيس الفرنسي لخفض العجز إلى 3% بحلول نهاية العام المقبل. خطة فرض الضرائب على الأغنياء جدا تحتاج إلى موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية، لكن زيادة الضرائب لا تزال عامة باستثناء الدخل المتواضع. لكن هذا ليس عدلاً في بلد دخل نصف العوائل فيه هو أقل من 19,000 يورو سنوياً. أصحاب الدخل المتواضع يشعرون بالظلم. أعتقد أن ما يصدمني في هذا النظام هو الناس الذين يقولون سأدفع الكثير من الضرائب إذن سأرحل. دعوني أستخدم كلمات قوية، إنها ظاهرة لها علاقة باللياقة. كمثال، شخص يكسب الحد الأدنى للأجور، أي أقل من 1100 يورو في الشهر. إنه مبلغ يتيح دفع الإيجار وبنزين السيارة والطعام وغير ذلك. ومن جهة أخرى، القول أحصل على 200,000 يورو في السنة، سأدفع الكثير من الضرائب في المستقبل. من بين الذين سيدفعون 45%، إنه تصرف غير لائق بالنسبة لي. تصرف غير لائق في بلد تزداد فيه الفجوة بين الدخل المنخفض والدخل العالي، وهذا ما لا توافق عليه الطبقة الوسطى التي تخضع إلى ضريبة عالية. لذلك فإن المنفى الضريبي ظاهرة ليست جديدة،
مؤخراً نشرت مجلة فرنسية أسماء أغنى 10 أشخاص في فرنسا، 6 منهم سيعيشون أو أنهم يعيشون فعلاً في بلجيكا أو سويسرا، من بينهم برنار أغنو، لكن أيضاً مدراء الماركات الفرنسية الشهيرة مثل أوشو، شانيل أو هيرمس. لكن الأمر لا يتعلق بالأثرياء الفرنسيين فقط، يعيش خارج أوروبا 100 من بين أغنى الأغنياء، ثلثهم يعيشون في سويسرا بما في ذلك الأسماء الشهيرة مثل مؤسس إيكيا في السويد. لكن ما السبب؟ هل لأن سويسرا تفرض ضرائب ليس على الدخل والثروة بل على نمط الحياة؟ وهذا مفيد جدا بالنسبة إلى الأثرياء كما يقول هذا المتخصص. إنه اشمئزاز دائم بالنسبة إلى النظام الفرنسي الذي يتميز بعدم استقراره وسوء التعامل مع الأغنياء. نحاول دائما إجبارهم على الدفع أكثر كالأرستقراطيين الذين سرقوا المال من الناس. في فرنسا أكثر من 50% من السكان لا يدفعون الضرائب على الدخل، إنهم من أصحاب الدخل البسيط. لذلك فمن الواضح أن الضغط سيكون أكبر على الذين يدفعون الضرائب، لذلك لا يمكن تجنب هذه الزيادة الضريبية. من المؤسف حقا كما يقول هذا المحامي عدم تحقيق الفوائد من الضرائب في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال في بلجيكا ضريبة الدخل مرتفعة لكنها ضئيلة أو شبه معدومة على رأس المال أو الميراث. بالنسبة له الهجرة المالية ستستمر إن لم يجد الاتحاد الأوروبي حلولا أخرى. حين ستكون هناك سياسة مالية مشتركة في أوروبا سيتضاءل شعور الانتقال من بلد إلى آخر داخل الاتحاد الأوروبي كالانتقال من فرنسا إلى بلجيكا. المشكلة الكبرى هي أنه حين تكون هناك سياسة مالية مشتركة سأكون مع الدول التي تفرض أقل أو أن أكون ضمن مجموعة جيدة. الخطر هو أن دولاً كفرنسا تريد أن يفرض الجميع مثلها. يجب أن نرى أيضاً لماذا فرنسا بحاجة إلى المال، لأن الدولة تنفق الكثير جداً. خفض التكاليف هو التحدي الآخر للرئيس الفرنسي. بالنسبة للبعض خلق النمو يتطلب البحث عن سبل أخرى كإيجاد فرص العمل وإصلاح المعاشات التقاعدية والإنعاش الضريبي، ولكن في هذا المجال باريس وحدها لا تستطيع أن تغير الأمور. الخطر حقيقي، وهو أن يبدأ بلد كفرنسا بفرض الضرائب الكبيرة على الأثرياء. هناك خطر حقيقي هو أن هؤلاء الناس سيسعون للانتقال إلى بلد آخر أو إلى الالتفاف على الضرائب من خلال وجود حسابات في الملاذات الضريبية مثلا. لذلك إنه خطر حقيقي. الرد على هذه الظاهرة هو مكافحة التهرب الضريبي، مما يجعل من المستحيل على الأثرياء تجنب دفع الضرائب من خلال وجود حسابات بنكية في سويسرا أو سنغافورة، والعمل أيضاً على التقدم في موضوع توحيد النظام الضريبي. هذا يعني إن فرضت بلجيكا والمملكة المتحدة معدلات ضريبية مشابهة لمستواها في فرنسا فستنتفي حاجة الأثرياء إلى مغادرة البلد. بينما تحاول الدول القضاء على الأزمة، موضوع الضرائب لا يزال حساساً. ما الذي يمكن أن يشجع الأثرياء على البقاء؟ الفرنسيون أمثال هؤلاء الذين يستمرون بالتمتع بالمنفى طويل الأمد في سويسرا على ضفاف بحيرة جنيف. تقابلنا هناك مدينة إيفيون. نحن إذن هنا في ملاذ ضريبي مطل على فرنسا.